تواصل حكومة الصخيرات إهدار المال العام وسرقة مقدرات الليبيين دون حسيب أو رقيب، بينما يعاني المواطن من انعدام أقل مستحقاته ومتطلباته، وهذه المرة عبر وزير داخليتها فتح باشا أغا الذي يصفه مراقبون بأنه الحاكم الفعلي لحكومة الصخيرات. تقرير أفريكان أنتليجنس كشف عن أن باشا أغا اشترى طائرة خاصة له ب2 مليون دولار من أموال الخزينة العامة للشعب الليبي، ليظهر بذلك نهب الميليشيات لأموال الشعب ومدى فساد حكومة الصخيرات. وأشار التقرير إلى أن الطائرة هي من نوع جيت أفيفا، موضحا أنها تعد من النوع الأشهر والأغلى في العالم. باشا أغا والذي يتفاخر بأموال الليبيين عبر صعوده على طائرة خاصة ذات مواصفات عالية، والتي كانت أول رحلة لها من طرابلس إلى مدينة مصراتة ليستقبل بها وزير الدفاع التركي ليظهر ولاءه للأتراك وتحكمه في حكومة الصخيرات. وكان القائد العام للقوات المسلحة قد شدد في وقت سابق على أهمية التوزيع العادل للثروة في ليبيا والتأكيد على حق الشعب الليبي في الحفاظ على ثرواته بعد توقف إنتاج النفط وإغلاق الموانئ ورفض القبائل الليبية لتصدير النفط لمنع وصول أمواله إلى الميليشيات الإجرامية والإرهابية ومرتزقة أردوغان. وتتهم القيادة العامة ميليشيات حكومة الصخيرات بتبييد ثروات الشعب الليبي ومنح أموالهم لحكومة أردوغان دعما لاقتصاد تركيا على حساب الشعب الليبي. بوبكر العقيلي لقناة ليبيا الحدث.